مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في المسائية. قل ما تشاء عن السيسي، وإذا كنت في مصر لا يمكنك قول شيء، ولكن من المحبط أنه وبعد 7 سنوات من الربيع العربي يحاول أن يقنع الناخبين بنفس الطريقة التي يقنع بها أب مطلق أطفاله. هكذا سخر جون أوليفر الممثل الكوميدي ومقدم البرامج بالتلفزيون البريطاني من الانتخابات الرئاسية المصرية. فلنتابع. Home of the world's first botched nose job. Egypt had a presidential election this week, and while the results won't be official until tomorrow, we can now reveal the winner was Hillary Clinton. This is my She didn't win. I just love messing with you. The emails were really a problem. No, the winner, of course, will be Egypt's strongman, Abdel Fattah el-Sisi, a man who once famously unrolled a red carpet for himself that was literally more than 2 miles long. And the reason I know that he's the winner is that he had no serious opponents, possibly because one was arrested and 3 more withdrew amid reports of intimidation. And yet, el-Sisi claimed to be devastated by the lack of competition. It's not my fault. I swear to God, I wish there would have been more candidates for people to choose who they want. But they were not ready yet. There is no shame in this. Okay. So, el-Sisi saying, I wish there had been more candidates, is basically a hippopotamus who just sat on a pile of hamsters saying, I swear to God, I wish there were more hamsters. But they were not ready to crawl out from under my giant hippo butt. There is no shame in this. But the tricky thing is, if you're going to have something that even looks like an election, you badly need at least the appearance of an opponent. And he did get one of those, kind of. The only man to stand against President Sisi is Musa Mustafa Musa, an openly pro-Sisi politician who, until the day before he registered to run, was part of the campaign to get Sisi re-elected. It's true. جون أوليفر الممثل البريطاني المعروف وأيضا مقدم البرامج الساخر. حول هذا الموضوع انضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ هشام مبارك الكاتب الساخر. أستاذ هشام، أرحب بك معنا. لعلك استمعت إلى جون أوليفر وهذا يعني القدر من السخرية من عبد الفتاح السيسي والانتخابات في مصر بهذا الإلمام بالتفاصيل، كيف ترى؟ الحقيقة هو طبعا مرة معروف يعني السخرية من الرؤساء أو من القيادات أمر عادي جدا. بنشوف قد إيه الإعلام الأمريكي بيعمل في ترامب، برامج التلفزيون بتسخر من ترامب ليل نهار، ده طبيعي جدا. يمكن هو يعني بيسخر من عبد الفتاح السيسي والانتخابات المصرية على طريقة على الطريقة الأمريكية. شايف طبعا واضح إن هو معروف أوليفر قبل كده عمل، تخيل نفسه اللي هيترشح ضد برلسكوني لما برلسكوني اعلن ترشحه رغم ان هو ممنوع من الترشح بسبب ثورته في قضايا فساد. فاعتقد ان يعني هم بيتعاملوا مع الامور بشكل طبيعي. لا لكن انا عفوا استاذ هشام، كان سؤالي في سياق كيف تتحول استاذ هشام. عندنا مشكله ان هم يتاخروا من الطريقه اللي تم بها الانتخابات. جميل، طبيعي جدا يعني مش شايفه خارج طبعا هي فكره السخريه عموما في الخارج خصوصا في الولايات المتحده في بريطانيا في بقيه الدول الغربيه ده امر طبيعي حتى من رؤساء الدول. لكن السؤال كيف تتحول عمليه انتخابيه دستوريه المفترض ان هي في منتهى الجديه لاختيار رئيس مصر الى حاله من السخريه ليست فقط على السنه هؤلاء ولكن في معظم دول العالم وعلى صفحات وعلى صفحات الغربية يعني. على أقول لك إن ده كان موجود عندنا في مصر، يعني النموذج ده اللي عمله باسم يوسف في مصر، نموذج اللي حتى بنفس الطريقة وبنفس الشغل الأمريكاني، وقد كان ليه دور كبير جدا في السخرية من الرئيس محمد مرسي ومن فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين. وأعتقد إن باسم من البرامج اللي لعبت دور كبير جدا في تهيئة الرأي العام للإطاحة بالرئيس محمد مرسي وبالإخوان. هو ده مثل هذه الانواع من البرامج تنمو في مناخ الحريه. كان عندنا فتره اللي ظهرت فيها الحريه والتعبير والاعلام في مصر هي الفتره اللي ظهرت فيها برنامج مرسي، وكان حتى نوع الكتابات في الجرايد. انا دايما اقول ان الفتره احلى فتره كتبنا فيها هي الفتره اللي كان حتى بدون وجود رئيس. لو تفتكر الفتره ايام الحكم العسكري
ما كانش كويس. في اي نوع من انواع الرقابه في الكتابه ولا حتى رقابه ذاتيه. يعني احنا ككتاب ساخرين ما كناش بنضع على الانسات لاي حدود الا طبعا الحدود الشرعيه الحدود الدينيه. ايه رايك يبدو استاذ هشام ان هو على عكس ما كان يرى البعض، يبدو ان عفوا في الاجانب والغرب فاهم ملم قوي بالتفاصيل، ملم قوي بفكره ان في عدد من المرشحين الجديين تم اعتقالهم قبل الانتخابات، ملم بموقف موسى مصطفى موسى ان هو كان داعم للسيسي ثم تحول لمنافس والان اليوم بيشكره. فيبدو ان الغرب يعني على الاقل الميديا الغربيه وسائل الاعلام الغربيه ملمه جدا بتفاصيل الامور في مصر. أزيدك من الشعر بيت، مش بس الميديا الغربية ولا الأمريكية الملمة، الرجل الشارع العادي والرأي العام الغربي والأوروبي عنده تفاصيل أنت تدهش لما تعرف قد إيه هم عارفين أدق التفاصيل في الشارع المصري. يعني كنا بنقابل قبل كده أحد مسؤولين من مراكز الفكر في أمريكا كان بينزل مصر نعم يبدو انقطع الاتصال او فيه هناك اشكاليه في الاستماع الى صوت الاستاذ هشام مبارك ضيفي عبر الهاتف من القاهره. اشكرك شكرا جزيلا استاذ هشام. مشاهدينا الكرام، نسب تعدت 85% اعتاد الحصول عليها رؤساء مصر في الاستفتاءات او الانتخابات الرئاسيه التي خاضها الحكام منذ اعلان الجمهوريه والغاء الملكيه عام 1952. وفي اول استفتاء للرئيس جمال عبد الناصر لتولي فتره رئاسيه ثانيه فاز فيها ناصر بنسبة وصلت إلى 99.39%، وألقى خطابا من مكتبه في القصر الجمهوري بقصر القبة بتاريخ 16 مارس عام 1965، ووجه رسالة للشعب المصري شكره فيها، فلنشاهد. كما عبر عنها في نتيجة الاستفتاء على رئاسة الجمهورية يوم أمس، وسأقف بحق الله ومشيئته حيث طلب إلي أن أقف، وإني لا أشعر بعرفان غير محدود لجماهير شعبنا العظيمة المناضلة التي تمنحني في كل يوم من رضاها ما يفوق طاقتي على الوفاء، ولست أملك غير عملي وحياتي، وأحس مخلصا أن عطاء الأمة أغلى من عملي وحياة أي فرد مهما صدق وتفانى، وإنه لا يريحني إدراكي لحقيقة أن الشعب منح وأعطى لهدفي ولعمل ولمسؤولية، فلقد كانت تحقت أديات المرحلة المقبلة في النضال الوطني هي في واقع الأمر موضوع الاستفتاء ومضمون، ولقد كان حرصي كله قبل الاستفتاء على أن تكون الحقيقة في كمال. ومن جمال عبد الناصر إلى عهد الرئيس الراحل أنور السادات الذي حكم في الفترة من 1970 ل 1981 فشهد 6 استفتاءات، كان أولهم في 11 سبتمبر عام 1971 عندما دعا السادات جموع المواطنين للاستفتاء على دستور 71، ووصف السادات نتيجة الاستفتاء أنها نسبة تأييد عظيم. نتيجة الاستفتاء على مدة رئاسة السادات الدستورية الأولى وصلت إلى 90.4%، حيث قال أكثر من 6 ملايين نعم وأكثر من 700,000 قالوا لا، معتبرا ذلك ظاهرة صحية. لابد أن أصارحكم أنني أعتز بالنتيجة التي أسفر عنها الاستفتاء الشعبي. إن أكثر من 6 ملايين قالوا نعم لترشيحي، وأكثر من 700,000 قالوا لا، وأعتبر بأمانة أن هذه ظاهرة صحية، وإن كنت أود أن أضيف اعتقادي الشخصي بأن الذين قالوا لا لم يقولوها اعتراضا على الثورة ولا على استمرار الطريق، وإنما كان قولهم لها تحفظا على المرشح لرئاسة الجمهورية نفسه. إنني أعدكم
أنني سأكون للجميع، للذين قالوا نعم وللذين قالوا لا. إن الوطن للجميع، والمسؤول فيه مؤتمن على الكل. الرئيس الراحل أنور السادات، وإلى الرئيس المخلوع حسني مبارك. إعلان نتيجة فوز الرئيس محمد حسني مبارك في 14 من أكتوبر عام 1981، فلنشاهد. بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على انتخاب السيد محمد حسني مبارك رئيسا لجمهورية مصر العربية، قام أمين عام مجلس الشعب بإبلاغ الرؤساء لحضور الجلسة السيد محمد حسني مبارك والرئيس السوداني جعفر نميري. سيداتي وسادتي، ويدخل الآن إلى قاعة الجلسة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس السوداني جعفر محمد نميري ليشهد هذه الجلسة التاريخية، ويقابل هنا أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالتصفيق والتحية. الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشعب، أرجو أن نقف لنقرأ الفاتحة على شهيد مصر. ومن الاستفتاءات، وفي أول انتخابات تعددية تجرى في مصر عام 2005، حصل الرئيس المخلوع حسني مبارك على نسبة بلغت 88.6% من مجموع أصوات الناخبين. وفي انتخابات عام 2014 حصل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي على 96.9% من مجموع الأصوات. أما في انتخابات عام 2018 فحصل عبد الفتاح السيسي على 97.8%. مشاهدينا الكرام، تنضم إلينا الآن عبر الهاتف من اسطنبول الناشطة السياسية غادة نجيب. أستاذة غادة، أرحب بك معنا، وأبدأ بفكرة أن كانت استفتاءات عهد عبد الناصر السادات ومعظم عهد مبارك، وعدنا للانتخابات، لكن يبدو أن النتائج لا تتغير، هي يعني دائما يعني تتخطى 90%، حتى وصلت في بعض الأحيان ل 99.39%. ما الجديد؟ مساء الخير عليك، ازيك استاذ احمد؟ لا طبعا ما فيش اي جديد، نفس الحكم العسكري هو. خلينا الاول، لازم الاول يعني نفكر الناس ونفتكر معاهم ان كل المرشحين اللي فكروا ان هم يترشحوا قدام السيسي تم اعتقالهم. اتحجبت كل المواقع اللي هي بتتكلم في اتجاه مخالف لاتجاه اعلام السيسي ونظامه وعباس كامل، حتى الصحافه العالميه تم طردها من مصر علشان خاطر يعني المسرحيه يكمل المشهد بتاعها ومحدش يعتمن عليه فرحته. بس طبعا للاسف يعني الشعب المصري قام بالتغطيه الشعبيه الاعلاميه العظيمه اللي خلتنا كلنا نشوف لجانهم وهي فاضيه. يعني لما يقول لي ان 24 مليون وكسور يعني نزلوا في خلال 3 ايام، يعني انا كل يوم عندي 8 مليون نزل فين؟ يعني انت بتكلمني يعني كانوا لابسين طاقيه لخفة، الناس ديت يعني كانت بتروح في السر، بيروحوا بالليل مستخبيين، بتدخلهم في كراتين، يعني احنا ما شفناش ده. احنا كل اللي شفناه من الصعيد لبحري لجان كلها فاضيه. وبعدين في انتخابات، واللي هي الانتخابات الوحيده الحقيقيه اللي هي انتخابات 2012، كان عندنا 13 مرشح يعبروا عن كافة أطياف الشعب. بس اسمحي لي أستاذة غادة، الدكتور محمد مرسي يعني أنذاك نجح ب 51%. أستاذة غادة، عن الشعب المصري، ومع ذلك عدد أكيان المصريين اللي نزلوا يدلوا بصوتهم كان 23 مليون. تمام، يعني أنا السنة دي دلوقتي مرشح واحد فاشل نزل،
فعدد الناخبين يبقوا 24 مليون يعني. طيب يمكن ده بيدل يا استاذة غادة على قوة المرشح محمد مرسي، البعض شايفه لا كان ضعيف فحصل على 51% بس، حوالي 13 مليون صوت انذاك، لكن عبد الفتاح السيسي 97% فوق ال 21 مليون صوت، فده البعض بيشوفه دلالة على القوة وعلى الشعبية يعني. ايوه، مش لما يبقى كان في انتخابات اصلا، مش لما نشوف ناخبين اصلا يعني اللجان اللي كانت فاضيه ديت. يعني انا عايز اعرف ال 8 مليون نزلوا امتى؟ الفيديوهات اللي نزلت لمواطنين مصريين عاديين جدا بيبعتوا لنا من الصعيد وبينشروا على السوشيال ميديا، اللي الاعلام الاتساوي مش هيذيعوا. يعني احنا شفنا اللي مستحيل اعلان السيسي يذيعه، شفنا اللجان وهي فاضيه، شفنا اللي في الصعيد بيجمعوا الناس، شفنا الميكروفونات وهي بتنادي انزلوا هتاخد 50 جنيه. يعني اعتقد قناه الجزيره اذاعت عدد من الفيديوهات ديت، يعني الفيديوهات دي جايه من بره مصر، ما هي من جوه مصر. يعني العقل، يعني هم ناس كذابين، وده بمناسبه كذابين يعني النهارده طبعا هو الهاشتاج الاكبر الاول على الوطن العربي والثالث عالميا. طيب خلينا اسالك استاذه غاده، لماذا تورط السيسي اساسا في الانتخابات؟ يعني لماذا لم تكن يعني يكون شيء اقرب للاستفتاء كما كان يحدث في عهد ناصر والسادات ومعظم عهد مبارك، بعيدا عن كل هذه الامور يعني والتفصيلات يعني؟ لا دوت يعني هذا المختل يعني هو بيتعامل ان هو حد عنده شرعيه، حد عنده شعبية، بيتكلم طبعا الشعبية الجارفة بتاعته بتاعت 2013 لما خدع المصريين وعمل الانقلاب العسكري اللي عمله. هو طبعا برضو عايز شكله قدام رؤساء العالم، يعني يقف ازاي مع ترامب وبتاع روسيا ورؤساء العالم، وهو راجل جاي باستفتاء بعد ثورة قامت في البلد ديت. لا طبعا هو عايز الشكل والديكور والشكل اللطيف دوت ويكمل المشهد دوت، فكان لازم يجيب واحد كومبارس قصاده عشان تكمل المشهد، ما ينفعش يطلع بالستاء وواحد تحت ايده هو اللي صنعه بايده موسى دوت. وبالمناسبه جزء يعني انا من اللي ذهلني يعني وبياكد التزوير، يعني موسى مصطفى موسى مين يسمع عنه؟ مين عارف بالراجل ده؟ يعني هو جاب النص مليون صوت او 600 وكسور مليون صوت، جابهم ازاي؟ طيب يعني هو موسى يعني مصطفى موسى جاب 600 وحوالي 650 الف صوت، لكن استاذه غاده اسمحي لي ان اعرض عليك وطبعا على الساده المشاهدين رسم بياني الان هو موجود على شاشتنا لفكره الارقام التي يحصل عليها الرؤساء في سواء الاستفتاءات او الانتخابات من عهد عبد الناصر الى عهد عبد الفتاح السيسي وانتخابات 2018. كما ترون كل الانتخابات دائما فوق ال 90% فيما عدا مره واحده في 2005 مبارك يعني حصل على ما يقرب من 89 او اقل في المية، إلا مرة واحدة فقط اللي انتم شايفينها حضراتكم باللون البرتقالي أو الأحمر كان في عهد محمد مرسي أو انتخابات 2012 وكانت 51% فقط أو 51% وقصور فقط لا غير. وكأن الأمور تبدو أن هذه حالة استثنائية لم تتكرر سابقا أو في الوقت الحالي. مرة أخرى غادة، إذا يبدو أن عدنا مرة أخرى لفوق 90% والحالة الوحيدة في تاريخ مصر الحديث كانت هي 2012 51% لمحمد مرسي. حقيقي لأنها كانت انتخابات حقيقية محدش تدخل فيها من القضاء والقضاء الشامخ أو القضاء اللي هم شغالين دلوقتي مع السيسي سواء في العليا او المشرفين في اللجان، ما حدش تدخل، عشان كده طلعت النتيجه معبره عن الشعب المصري. هي دي النسبه اللي كانت موجوده، هو ده اللي حصل بالظبط، هي دي الاصوات، ما حدش زيف اراده الشعب او زور اصواته، فطلعت بالمنظر دوت. انما طبعا احنا الحكم العسكري من عبد الناصر مرورا بالسادات مبارك انتهاء ده اخر واحد في المؤسسه العسكريه وان شاء الله يكون اخر واحد عبد الفتاح السيسي، هم طبعا لا يقبلوا باقل من التسعينات.
يعني لا. هم أصحاب الشعبية الجارفة يعني والباقي هو العاق وليد الشريف زي ما كنا بنقول. شكرا جزيلا الأستاذة غادة نجيب الناشطة السياسية لا. كنت معي عبر الهاتف من اسطنبول، أشكرك شكرا جزيلا. ومع مشاهدينا الكرام المسائية مستمرة، بعد الفاصل يلتقيكم مصطفى عاشور وسيستمع أو سيتواصل وتتواصلون معه وأراءكم حول نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية. تابعونا وابقوا معنا.